الغرفة 817، قصة ألم ووجع، قادمة من غزة. فرح وحنين، توأم سيامي. الصورة تحكي عن مدى التصاق أجسادهم وتشابك أعضائهم ببعض. أيام مضت واجتماعات عدة أشرف على تحضيرها فريق طبي متخصص لعملية الفصل التي أمر بها صاحب السمو الملكي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. آمال كبيرة ولحظات ترقب ترافق عائلة التوأمتين قبل دخولهم لغرفة العمليات. الساعة 8 صباحا نقلت حنين وفرح إلى غرفة العمليات للبدء بإجراءات الفصل. نحن الآن في غرفة العمليات في مستشفى الملك عبد الله التخصصي بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني. نحن الآن في المرحلة الأولى لعملية فصل التوأم الفلسطيني الطفيلي حنين وفرح التي وجه بها صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله. فرح هي التوأم طفيلي لا توجد فيها مقومات الحياة، أولا المخ ضامر، ثانيا لا يوجد قلب مجرد كيس دموي، ثالثا لا توجد رئتين، فهي بالتقييم العلمي توأم طفيلي لا توجد فيها مقومات الحياة، لذا لا يمكن أن تعيش. والمهم لدينا هو المحافظة على حياة التوأم المكتمل حنين. الاجتماع والتحضير لهذه العملية كان حتى هناك مناقشة النواحي الأخلاقية فيها، وهل تعتبر هذه الطفلة مثلا فيها الحياة أم لا، لكن حكم الدلائل العلمية الواضحة واستنادا إلى الأصول العلمية في مثل هذه الحالات هي معتمدة 100% على أختها، فاعتبرت كتوأم طفيلي معتمدة على أختها. الشهرين الماضيين كانت عايشة على حساب أختها حنين، فكل الدم يجيها من حنين والأكسجين يجيها من حنين. فالغريب أنه ما نحتاج نحط أنبوب التنفس ولا قرصات الشريانية ولا شيء غير المغذي، لأنه حتى لما نومنا أختها حنين نامت فرح، لما حطينا أدوية تشل العضلات في حنين هذيك وقفت عن الحركة. ومع ذلك ما حافظ على الأكسجين لغاية الفصل النهائي عند الشريان الرئيسي اللي يغذيها من أختها. جميل في هذا البرنامج أن المملكة العربية السعودية الآن لديها فريق طبي متعدد التخصصات من زملاء لديهم القدرة والإمكانات تضاهي الدول المتقدمة، والحمد لله المركز الآن يعتبر من أكبر المراكز العالمية ويشار له بالاستشارات من أكثر من دولة. بعد ساعات طويلة أصبح بالإمكان نقل حنين عن رفيقة جسدها فرح إلى سرير آخر، ولكن دون أن تكمل الأخرى بقية حياتها لتبدأ حنين رحلة العيش المنفصل. عبد المحسن التميمي لبرنامج يا هلا الرياض.